حد شاف قبل كده واحدة ست واقفة في بلكونة وبتبيع كريب وتنزل لك السبت وتقول لك تعالى كل ودوق؟ هو ده اللي انا شفته من الست المحترمة اللي انا رحت لها في رود الفرج بلد الناس الجدعان. ست جدعة وبتعمل المشروع بتاعها وزهقت من شغل المحلات وقالت ان انا ابتدي المشروع بتاعي. ارجوكوا ادعموها. سيدة البلكونة اشهر واحدة في رود الفرج، كل الناس بيحبوها وبيتكلموا عنها كلام كويس. الكريب اهو اشتغل يا حاجة، الكريب اهو، وزي ما انتوا شايفين ان انا ببعت سلامي لكل الناس في رود الفرج. بحبكم في الله وادعموا سيرة البلكونة. سلام والاحترام لكل ست بتشقى وتتعب زي ام راضي، الست اللي بتشقى وبتتعب على راحة عيالها وكمان تعليمهم. تخيلوا ان عندها 4 أبناء وهي اللي بتصرف عليهم. كل الشكر والاحترام لست مرادي الجدع. خارجات حارة مرسي خليل يعتبر وراك ان هو نادي شباب رود الفرج زي ما حضرتك شايف. هتيجي بقى من هنا من عند الموقف وتخش على طول حارة مرسي خليل. الست اللي احنا رايحين لها ست محترمه ومكافحه وبتعمل الكريب فوق السطح وبتنزل لك بقى بالسبت. تعالى كده وانت داخل هنا هو، وقبل ما اخش المنطقه عايز اقول لحضراتكم حاجه، ان اهل رود الفرج ببعت لهم سلامي، وكل الناس اللي بعتوا لي وقالوا لي ان انا لازم اجي عشان خاطر ادعمها انا بشكرهم. احنا بنلف كل مكان وبنروح اي مكان وبندعم الستات المحترمه. عايز تتخيل بقى كده حضرتك قبل ما تشوف الوضع، ان هي واقفه فوق السطح وحاطه الجريل بتاعها وبتعمل الاكل وبتنزل السبت. يعني انت لما هتيجي هنا هتطلب منها الاوردر هتلاقي ده الطبيعي بتاعك. الحاجه الثانيه كمان ان حضرتك او حضرتك حبيتي تاخدي منها اوردر هتتصلي بيها على التليفون وتقولي لها لو سمحتي ابعتي لي الاوردر، وهي هتبعته لك. حبيبي قلبي يا باشا، كل سنه وانت طيبين، كل سنه وانت طيب يا حاج حبيبي. خشي بقى كده، بص بقى الجمال، حاره بقى اهي، بص الجمال بقى، الحاره وجمال الحاره، والواحد كده يخش حواري رود الفرج. حاج البت من الصالح لا سبيلا، وحاج مغفور وذنب مغفور، يعني حاج مبروك وذنب مغفور. وده بيكو برده بيكو، والف مبروك وعبال العوده يا حاجه، واهلا وسهلا. طياره اهي وكل حاجه موجوده، والسعوديه كمان بنبعت سلامنا للسعوديه. انت بقى تقف هنا وتنده فوق يا حاجه، هتلاقي اهي وقفت لك فوق عشان تعمل أيوة. الاوردر، وهتنزل لك السبت. انزل بقى بالسبت كده، انزل. انت من هنا ولا منين؟ اه اخبار الكريب ايه؟ تمام يا برنس، زي الفل. الصلاه على النبي. اهو اخيرا. ايه يا قمر، مامتك اللي بتعمل الكريب؟ مامتك؟ هو الزباين كده هتقف كده تستنى كتير. بص اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، طبعا الكريب هنا جامد. ها قول لي، البيت كله بياكل منه؟ كل البيت بياكل منه؟ اه طبعا. وانت؟ اه طبعا اساسي، لازم برضو اساسي يوميا. اللهم صل على النبي. يا استاذ عدنان وصل لك؟ ايوه يا حاجه، وصل الكريب اهو الحمد لله بفضل الله، والثبت اهو كمان، والاموره والراجل المحترم. هو اللي رايك بقى؟ عدو والله. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع ورا يا حاجه، ده انت مغرقاه جبنه، مغرقاه فراخ، ومغرقاه كل حاجه حلوه. ست طيبه ومحترمه والله. الله يبارك لك. ده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، احنا بنروح اي مكان وفي اي حته. انا من رود الفرج، منطقتي افتخر بيها، شارع فؤاد البستاني، شارع ابن رشيد. ببعت سلام للحاج احمد ضبو، الحاج اسماعيل ولعه، وببعت سلام كمان للحاج فارس، وببعت سلام للحاج فلفل وجامع عين جهانم وكل حته. ببعت لكم سلامي، بس قبل كل شيء بقى تعالوا ورايا عشان نطلع بقى على فوق الحاجه. زي الفل. تعالي يا قمر، تعالي يا قمر. الكريب بسم الله ما شاء الله. استنى بس ناخد نفس كده عشان التهم حته كمان، التهم التهم. بص مليان والله العظيم. انا معايا هي حاطه حاجات كتير قوي كده ازاي، بس بسم الله ما شاء الله. حاجة ايوه يا استاذ عدنان اتفضل، ربنا يبارك لك. انت بقى الاكل بتعمليه ايه؟ انا بعمل كريبات، بعمل كريبات فراخ، بانيه، ستريبس، كوردون بلو، شيش، فاهيتا، بعمل جميع انواع الكريبات الحمد لله. يعني والحواوشي؟ والحواوشي بعمل حواوشي لحمة. اتعلمتي ده كله فين؟ كنت شغالة في محل وتعلمت كل حاجة، وبعد كده بدأت المهنة لوحدي. لوحدي؟ اه. انت اصلا في المجال ده كام سنة؟ بقالي سنين. يعني اكتر من 5 سنين؟ اه اكتر من 5 سنين. طيب في اكل تاني انت بتعمليه غير الحاجات دي لو حد طلب منك مثلا؟ اه بعمل محاشي وبعمل ممبار وبعمل جميع انواع الاكل كله الحمد يعني لله. كله؟ اه بعمل. بس اشمعنى تخصصتي في الحاجه دي؟
عشان هي عجبتني ودخلت دماغي بصراحه يعني. أيوة. الطلب عليها كتير يعني. اشمعنى فوق السطح؟ ايه ما هو كريب سيده البلكونه. سيده البلكونه يعني يعني الكريب بتاع حضرتك اسمه سيده البلكونه. ايوه عشان كده اتشهرت هنا في فروض الفرج. ايوه كل الناس بقى عماله تقول سيده البلكونه وسيده البلكونه راحت سيده البلكونه جت ولازم ناكل من عندها. ان الزباين اللي بتجي لك منهم لان صعب ان احنا فوق سطح. ايوه وانت الناس بتتعامل معاك ازاي؟ انا معظم الاكل كله بنزله تحت ولو حد قليل قوي ممكن انزله في السبت يعني. اه يعني معظم الاكل كله اللي بيجي ياخده بيجي ياخده من قدام الباب من تحت. طب الناس عرفتك ازاي؟ من طعم الكريب بتاعي. أيوة. بدا ده يقول لي ده وده يقول لي ده وكان في واحد بتاع محل كريب جه عمل تحدي معايا وده الاكل بتاعي بصراحه عجبه جدا يعني. قال لي تسلم ايديك بجد الكريب تحفه. وخدت الطريق ده؟ اه الحمد لله. طيب ليه ما فكرتيش تفتحي محل؟ مستنيه بس ربنا ييسر ان شاء الله وافتح محل بامر الله. ان شاء الله ربنا هييسر لك الحال وكل متابعين اكل عدنان المحترمين هيجوا لحضرتك بغض النظر ان انت بتقدمي ايه بس انت ست مكافحه. تسلمي وربنا يبارك لك. انت معاكي كام اولاد؟ معايا اربعه. اربعه؟ اه. صبيان ولا بنات؟ معايا ثالثه ثانوي توأم ومعايا اولى ثانوي ومعايا رابعه ابتدائي. ادينا بقى عندك الحواوشي. اه اول حاجه يعني انا شايف هنا بسم الله ما شاء الله يعني الحواوشي يفتح النفس وسخن مولع. اكتر يعني زباينك الاطفال ولا الشباب ولا سيدات البيوت ولا ايه بالظبط؟ لا معظمهم كلهم شباب واطفال. نعم. بيطلبوا كريبات بطاطس ومعظم الشباب كلها بتطلب الكريبات الفراخ الستريبس الكناك اللي هو المشكل اللي هو الميكس كله على بعضه. كريب البطاطس بكام؟ انا كنت بعمل الاول ب 15 بس دلوقتي غليته بقى ب 20. بقى ب 20 جنيه عشان البطاطس غليت. طيب الكريب اللي انت اديتوني ده وان الفراخ بكام؟ الفراخ ب 65. 65 بس انا هقول لحضرتك على حاجه انت يعني الحاجه بما يرضي الله قدام عين الزبون بيبقى شايفها والحاجه يعني سندوتش مليان. انا بجيب الحاجه كل يوم فريش اليوم بيوم وما بقيتش حاجه عندي. نعم انا شايف ان حاجتك على القد. اه بجيب الحاجه كل يوم فريش اليوم بيوم. اكتر يوم بعت فيه بعت كام كريب؟ 25. ده اكتر يوم؟ اه اكتر يوم. كان بقى الفتره الزمنيه اللي انت بتقفي فيها من الساعه كام للساعه كام؟ كنت ببدا من الساعه 4 العصر اخلص على الساعه 3 الفجر او 4 الفجر. 3 الفجر؟ اه يعني من 4 العصر 3 الفجر. اه عشان 25 كريبايه. اه تبيعيهم. يعني تعب الله يكون في عونك والسخونيه بس الجو بتاع البلكونه البلكونه مهوي الدنيا علينا بصراحه. حابه تقولي ايه لكل الستات؟ والله بقول لكل الستات اللي مش بتقدر ان هي مثلا ظروفها تعبانه ولا حاجه تطلع تشتغل الشغل مش عيب. انا بالنسبه لي الشغل مش عيب بعملش حاجه عيب اساسا. نعم. وبشجع كل ست مصريه مش قادره تعمل اي حاجه تطلع تشتغل بره تعمل اي مشروع في بيتها وتشتغل. وهو ده اللي احنا بندعمه احنا كاكله عدنان بنقف وبندعم وبنروح وبنيجي. وخلي بال حضرتك يعني كل الناس شكروا في حضرتك وفي اولادك ربنا يبارك لهم وتربيتك. ربنا يبارك لك. يعني بنتك بتساعدك طبعا؟ اه كلهم بيساعدوني. كلهم بيساعدوكي وربنا يخليها لك. ربنا يبارك لك. وانا بتمنى من كل متابعين اكله عدنان يجوا بقى. انا بصراحه الحواوشي يعني 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 مولع ده مولع سخن ده سخن انت خليتيه لغايه لما ده ولع لي ايدي. لا بس بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بصي ده ما فيش اي حاجه نرفع. هاتي يا قمر هاتي يا قمر بنتك. اه ربنا يخليها لك زي القمر. انت سنه كام يا قمر؟ رابعة ابتدائي. شاطرة. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة ان احنا يعني بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني هو اصلا الرغيف مليان لحمة وهو يعني يعتبر الوش بتاعه داب من 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 السخونية لان هي بتعمل الحاجة بما يرضي الله. اللي انا عايز ابعته الموضوع اهو. ادي جيرانها هنا كل الناس هنا بيحبوها وفوق البلكونة. طب الناس لو حابه تيجي تاكل هتاكل ازاي ولا هيعملوا ايه؟ ايه الناس لو حابه يطلبوا ايه اللي هيحصل او حد والله حد والله ربنا يسهل افتح محل ان شاء الله وربنا يرضيني بامر الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حلوه قوي التتبيله. مين عاملها انت ولا انا اللي عاملاها؟ مش بنتك؟ انا وبنتي. انت وبنتك؟ ها لا لا بسم الله ما شاء الله. طب دلوقتي اللي هيطلب اوردر هيتصل بيكي مثلا ولا ايه اللي هيحصل؟ اه ان شاء الله يتصل بيا وانا ابعت له الاوردر لغايه عندك. اه ان شاء الله لغايه عنده. معلش انا اسف. اه طيب انت ممكن تودي لغايه فين؟ ايه؟ الاماكن انت ممكن توديها؟ يعني يعتبر المناطق اللي جنبينا بقى امبابة. شبرا امبابة شبرا رود الفرج. اه صح؟ اه لكن اكتر من كده يبقى صعب بالنسبه لك.
لا لو حد معاه بقى اللي هو الرخصه اللي بيمشي بيها ممكن يعمل لي يعني يودي لي الاوردرات اللي انا عايزاها، ممكن اتصل بحالا. طيب هل حد لو حب يجي ياكل هنا هيبقى صعب صح؟ لا هيبقى صعب، مش هينفع. مش هينفع هيبقى صعب بالنسبه لي. يعني مثلا حضراتكم انتوا كل اللي هتعملوه، انا هسيب رقم تليفون لحد حضرتك او حضرتك هتتصلوا بيها، الاوردر هيجي لك لغايه عندكم. لكن انت لو عايز تعيش التجربه نفضل السيدات بس ليكم، عشان هي ست وهي واقفه يعتبر في بيت عيله. لو حضرتك حبيت تاخد التجربه وتخش الحواري وتشوف الوضع ايه تصلوا بيها، الست هتستناكم بره وتستقبلكم هي وبناتها، وتطلعوا وتقعدوا اكنكم كده قاعدين في بيتكم. بصوا يعني المنظر هنا بسم الله ما شاء الله. لا ان شاء الله في خلال يومين ان شاء الله انا هقف هنا كده بره. بره هتقف بره؟ انا عايزهم يحاولوا يعيشوا التجربه. ما ان شاء الله عايزهم يعيشوا التجربه، ينورونا بقى كمان يومين كده. كمان يومين كده ان شاء الله. ولعها انت مولعها ولا في صوابعي. كمان يومين هتبقى فين؟ كمان يومين كده ابقى بره ان شاء الله عند الموقف. عند الموقف؟ يعني مش هيجوا هنا خلاص؟ لا هيجوا بره بقى عندي. لا بس انا عايزهم يجوا هنا. يجوا هنا ينوروكي وناس محترمين. كل الاحترام وكل الكلام الحلو اللي الواحد بيقوله للحاجه ده نابع من جوانا ان احنا بندعمها. الستات المصريه يا جدعان نموذج محترم، ربنا يبارك لها في بناتها وفي ابنها، ربنا يبارك لها. اتمنى من كل متابعين اكله عدنان يجي يدعموها عشان خاطر الحاجه عندها تستاهل. صباح الفل يا حاجه. حاجه والدتك؟ ربنا يديك الصحه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك في بنتك. الله يخليك ربنا يخليك. ربنا يستر معاكي. ربنا يرزقها برزق عيالها يا رب. تقول لها ايه؟ ايه تحب تقول لها ايه بقى؟ احب اقول لها ربنا يرزقها بعيالها ويسرها معاها ويحفظها من اي حاجه وحشه. ايوه ويبارك لها ويوسع رزقها. ربنا يخليك يا حاجه وينجح لها بنتها ويفرحها بيها ان شاء الله. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. انت وانت طيب. وانت طيب. كريب اخباره ايه؟ زي الفل. على طول بتاكل عندها؟ على طول طبعا. ها؟ طبعا بناكل من عندهم على طول. انت راجل زي الفل. ربنا يخليك. اخبار الكريب ايه بتاع الحاجه؟ تمام. تحب تقول ايه للستات اللي زيها؟ دي ربنا معاها وربنا يقويها. والدتها اللي مربيانا. والدتها. والدتها. ناس طيبين. وهي بنت حلال اختنا برضه. ربنا يكرمك. حبيبي. حبيبي عم عدنان.